الجنيه المصري. أزمة مرت على الشعب المصري وما زلنا نعاني تبعتها. إزاي يتعامل الإنسان مع الأزمات هي قاعدة حياتية لازم نعرفها. لما تبدأ الأزمة ما ينفعش نتكلم إلا عن نقاط الاتفاق، ولما تنتهي الأزمة نبدأ نتكلم في نقاط الاختلاف فنعالجها علشان نقدر نستخدمها كوقاية في المستقبل. لكن اللي بيحصل في مجتمعنا هو العكس تماماً. لما بتظهر الأزمة للأسف بنبحث عن نقاط الخلاف أول ما بتظهر الأزمة، نقاط الخلاف اللي بتفرقنا، نقاط الخلاف اللي بتوجد الفراغ والفجوة بيننا. وبمجرد ما بتنتهي الأزمة وبنهدى بننسى كل نقاط الخلاف وبنرجع لنقاط الاتفاق. علشان كده ما بتتعالجش الأزمة وما بتتعالجش نقاط الاختلاف. إشكالية بعض الوسائل الإعلامية في مجتمعنا إنها دايماً بتبحث عما يرضي أفراد المجتمع لا عما ينفعه، وأزمة الجنيه المصري حصلت بطريقة انفعالية وواجهها أفراد المجتمع بطريقة حادة، وجي برضو بعض الإعلاميين واجهوها بطريقة انفعالية، ناقشوا نفس الأمر بالانفعال، وعمر الانفعال ما كان بيناقش قضايا المجتمع الحرجة والساخنة ولكن بالعقل والفكرة تحل الأزمة. طيب خلينا نعرف إيه هي الأزمة؟ هي موقف بينتج عنه مخاطر، المخاطر دي قد تكون متوقعة وغير متوقعة، وإحنا بارعين جداً في الجانب ده، هو توقع المخاطر. المخاطر دي بتهدد المجتمع، بتهدد المجتمع بقى بمنظماته، بإدارته، بأهدافه. أحياناً بيصل الأمر إلى أنها بتغير معتقدات دولة كاملة. لما بندير الأزمة بنتمكن من أن احنا نتغلب عليها أو حتى على الأقل بنحد منها عشان ما تنتشرش وعشان ما توصلش لكل أفراد المجتمع، سواء كنا فرد واحد أو مؤسسة. ده بيكون عن طريق إيه؟ أول حاجة هنرسم خطة واضحة جداً عشان نواجه الأزمة، وبعد كده هنحتويها وهنستعيد النشاط بعد وقوع الأزمة، وهطرح لكم أمثلة. وعلشان نحقق الدرجة الكاملة في إدارة الأزمات لازم نستكشفها ونعرف أبعادها عشان نوصل لكده. لازم تسأل نفسك أسئلتنا السحرية، هل تقدر تحدد إمتى فعلاً حصلت الأزمة؟ إمتى عرفت بيها؟ إمتى تطورت أبعادها؟ هل تقدر تعرف مين المستفيد من الأزمة؟ مين اللي سبب الأزمة دي أصلاً، ومين المتضرر منها، ومين المؤيد والمعارض ليها أو المساند اللي هينتفع منها؟ هتقدر تواجهها؟ هل تعرف ليه ظهرت الأزمة المعينة؟ وليه تفاقمت وكبرت وما وقفتش؟ وليه بنواجه الأزمة دي ومتى خطرها علينا إحنا أصلاً؟ ليه بنقف قدام الأزمة؟ هل تعرف الخطر الناتج عن الأزمة مركزه فين؟ أو بيتوسع وبيتحرك فين وبيستهدف مين تحديداً؟ لو إجاباتك معظمها لا، يبقى أنت محتاج تحقق الدرجة الكاملة في إدارة الأزمات. والإجابة على الأسئلة دي هيخليك تفتح إطارات مختلفة في أنك تحدد الخيارات المناسبة عشان تقدر تدير الأزمة أو حتى تقلل من انتشارها. لما جت أزمة الجنيه المصري طبعاً تبعتها الإشاعات، وهي دي عادة المجتمعات جميعاً مش مجتمعنا بس. لما بتيجي الضغوط النفسية الشديدة بيلجأ الإنسان لوسائل أقل في النضج عشان يهرب من الضغوط الكبيرة، زي مثلاً في انتشار نوع نبات معين بيعالج تساقط الشعر. بمجرد ما نشرته واحدة وحطت لها صورتين ثلاثة، ممكن يكونوا أصلاً صور وهمية من على الإنترنت، ونشرتها على السوشيال ميديا وقالت شوفوا أب استخدام العشبة دي وبعد استخدام العشبة دي، تلاقي وفود الكل راح يشتري العشبة دي، لدرجة إن واحدة من المتابعات قالت أنا رحت أشتري النبتة دي لقيت العطار بيقولي دي خلصت من كتر الإقبال عليها. مع إن الخبراء في طب الأعشاب ممكن نسألهم ونتأكد بأنفسنا من مصدر العلم نفسه بدلاً من الجري وراء الإشاعات. طيب ليه الإنسان بيلجأ لكده؟ لأنه بيكون في حالة ضعف، ولازم في حالة الضعف إن إحنا نبحث عن الوسائل الصحيحة والصحية اللي تنفعنا، مش الوسائل فقط اللي بتنفس عنا وترضينا لأنها مش هتنفعنا. فتلاقي نشر الإشاعة ضد الحكومة، ينشر فقط الوسائل اللي بتسب وتشتم في الحكومة. طيب لو شيء إيجابي قامت به الحكومة ماذا يفعل؟ لا ينشره، هو ينشر ما ينفس عن ما بداخله من ضعف وعدم قدرة على التغيير. في السوشيال ميديا الكل أصبح أطباء، الكل أصبح محللين سياسيين. في أزمة الجنيه المصري اكتشفت أيضاً إن بيننا خبراء اقتصاد. في الأزمات لابد إن احنا نتجه للمختصين للتأكد من صحة المعلومات بدلاً من نشر المعلومات المغلوطة اللي هتضر بمجتمعنا لا محالة. في الأزمات ما ننتقدش المسؤولين، بدلاً من نقد المسؤولين احنا ممكن نسألهم طب أنا دوري إيه وقت الأزمة؟
ايه دوري انا قدام بلدي دلوقتي اللي بتمر بمحنه صعبه، اقدم لها ايه؟ طب ايه الشيء اللي ممكن اساعد بيه في حل الازمه؟ لكن للاسف اكتشفنا ان نفسهم هم الاشخاص اللي بيتهموا المسؤولين، خاصه في ازمه الجنيه المصري، هم اللي محوشين دولارات، وهم كمان اللي بيطلبوا فكها في السوق السوداء. ممكن بعد الازمه ننتقد كما نشاء، ولكن وقت الازمه لازم اعرف دوري كمواطن خايف على بلده، بدل من انا اجلس خلف الشاشه ممدد رجلي وعمال انتقد دون وعي ودون ادراك، وكمان بنشر الفكرة السلبية وبأكد على الفكرة السلبية. هي دي الطريقة المثلى لإدارة الأزمات عشان نقدر نخرج منها لبر السلام والأمان. التنافس في نقل ما ينفع الناس، نشر المعلومة المفيدة، وليس نشر الشيء اللي يبث الرعب في قلوب الناس أو يخيفهم أو يضرهم أو يشتتهم. من الخطأ أن احنا نتناقل الشتائم للمسؤولين، النقد للحكومة، وأين فلان؟ وأين فلان؟ وننتقل من مرحلة إعطاء حلول لمرحلة توسيع الأزمة وتشعبها. بعد الأزمة لك أن تنتقد كما تشاء، ولكن أثناء الأزمة لازم تعرف إزاي تقصر مدة الأزمة، إزاي نتخلص منها، إزاي نتخلص من حدتها على الناس على المستوى الفردي، إزاي بقى أستفيد من الأزمة. حصلت الأزمة خلاص وبقى أمر واقع. الأزمات لها فوائد، إنك بتشكر الله سبحانه وتعالى إن الأزمة جاءتك في جزء من حياتك مش في كل حياتك، بمعنى انه الازمه جاءتك في مالك لكن دينك لسه زي ما هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيدعو اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. دينك لم يذهب، ما زال موجود، اولادك ما راحوش، زوجتك موجوده، عملك موجود. حصلت فين الكارثه؟ في مالك، يعوض لك، لكن الدين لا يعوض. هنا بقى بتكلم عن الازمات عموما، انطلقت من فكره ازمه الجنيه وازمات كتير بنمر بيها في مجتمعنا عن فوائد الازمه. الله سبحانه وتعالى قادر أن يضاعف لنا البلاء، بدل ما تخسر مالك وتخسر دينك وبدل ما تخسر وظيفتك تخسر 2 من أولادك. الله سبحانه وتعالى قادر أن يضاعف لك البلاء لكنه رحيم بيك، فخلاك تعمل حادثة وكان ممكن تفقد حياتك لكن أنت فقدت عربيتك بس. فايدة تانية مهمة جدا، وهي أنك تبدأ تشعر بالرضا والإيمان والصبر، ويكون عندك نوع من الرضا بما يفعل الله عز وجل، ودي حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. فعل الشيء ده بينبهك، بيوجهك، بيقولك اصحى انت في غفلة، الناس اليوم في غفلة، بيحذرك انت في غفلة واضحة، يعني تأتي لك هذه المصائب على القوم في المجتمعات تذكرهم. لما يجوا لك فلان توفى، وانت لما تروح تعزي في عزائه وتشوف الناس في العزاء في موقف محزن، خصوصا لما تشوفه وهو بيدفن، تبدأ تبتعد وتعلم ان الدنيا دي تهون، وان ما تملك نعم كتير جدا ربنا أعطاك إياها وقدمها لك عايزك تركز عليها وتقدرها وتشكره عليها، وإنك عاجلا أم آجلا هتغادرها. فايدة تانية مهمة جدا في وقت الأزمات والصعوبات، إنك لم تحرم الدعاء. في ناس في الأزمات بينسوا يدعوا ربهم، ينسى يرفع إيده لربه، فيجيله انهيار عصبي أو صدمة نفسية أو جلطة بسبب أنه نسي استشعار فكرة الإيمان بالقضاء والقدر. وأذكر واحد في بلد خليجي خسر أسهمه في البورصة، وقع من طوله بيتقلب في الأرض ويتلوى حتى أصاب بجلطة في القلب ومات في ساعتها. أذكر جملة لديل كارنيجي قد تكون طريفة ولكنها حقيقية، يقول من الحقائق المعروفة أنه عندما تهبط قيمة الأسهم في البورصة ترتفع نسبة السكر في الدم بين المضاربين. هل هو ده ثمن النجاح؟ هل يعد ناجحاً الذي يشتري نجاحه بقرحة في المعدة بسبب أزمة مرت أثناء نجاحه؟ الحمد لله أنك لم تحرم الدعاء، لازال لسانك شغال بالذكر والدعاء، وهو نعمة من الله عز وجل. والحمد لله أيضا أن الكارثة دي حدثت لك في الدنيا ولم يختزلها الله لك في الآخرة، عشان كده في الأزمات بتستشعر نعمة أنت كنت فيها، تبدأ تدعو الله سبحانه وتعالى أنه يصبرك في أزمتك. الصبر ده مش هيعدي كده هباء، لا هتؤجر عليه، خصوصا وان الازمه تبدا كبيره ثم تصغر، وان الله سبحانه وتعالى لا يريد ان يخطئك ولكن اراد ان يرفع عنك ما سيتراكم عليك في الاخره، وطلب منك انك تكون صبور افضل من انك تعذب بالبلاء ده في جهنم او في الاخره. الازمات خير والابتلاء ليس بامر سلبي، لكن ازاي ننهي الازمات من حياتنا؟ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اذا اللي هيتبع الهدى اللي جاي من الله سبحانه وتعالى مش هيحس لا بخوف ولا بحزن. طيب ولو حسيت بخوف أو بحزن إذن أنت لم تتبع الهدى. طيب ما هو الهدى؟
الهدى هو الطاقة الإيجابية المحيطة بيك تتكون عندك كل ما كانت علاقتك بربنا أعمق. طيب إمتى الطاقة الإيجابية دي بتبقى طاقة سلبية؟ بتتحول لطاقة سلبية لما حضرتك بترتكب ذنب وما بتمحوش بالتوبة، فبتتراكم عليك الذنوب، تكبر بقى الطاقة السلبية، تحط كده طاقة سلبية على جدران الطاقة الإيجابية، تبدأ تكبر، فبتحيطك بالتأفف، تدمر، تجذب ليك الأزمات والمشاكل. في قضية الأزمات أكبر مثال بل وأعمق مثال ممكن أطرحه هو الطفل الياباني اللي في نهاية الحرب العالمية الثانية بعد انهيار ألمانيا النازية ودخول 4 دول بشكل رئيسي عشان يقسموا كعكة برلين، فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ما كانش فاضل غير اليابان كدولة شديدة الخصوصية كان ينبغي انهم يسيطروا عليها. ووقتها حطت الولايات المتحدة كل قوتها وكل أسلحتها الحربية وتسببت في أكبر مجازر حربية في التاريخ الحديث، ونزلت بالقصف الجوي المكثف واللي تركز في شرق طوكيو، تسبب في مقتل 100,000 ياباني وتشريد مئات الآلاف. وبعد كده دخلت القنبلة، قنبلة هيروشيما، كأول تجربة أمريكية في سلاحها الذري، وتسببت في قتل 120,000 فوراً في الحال. تجربة تانية على ناجازاكي قتل فيها 60,000 ياباني، وبعد الاستسلام ظهرت بقى المجاعات وارتفاع هائل في الأسعار، وبدأت الولايات المتحدة بتسريح الجيش الياباني بالكامل ونتج عنه 5 مليون عاطل بجوار 5 مليون آخرين. لكن المفاجأة إن ما حصلش مجاعة، والمفاجأة إنه ما حصلش بطالة، لأن قطاع الزراعة والأعمال الحرفية بدأ يستوعب الملايين من الناس العاطلة دي. فضل التضخم زي ما هو منتشر بشكل مخيف في الأسواق السوداء، وطبعاً قامت الولايات المتحدة برضو تاني بدمرت اليابان بمساعدتها طبعاً كهواية. بعد ما دمرتها تبرعت بقيمة 1.5 مليار دولار. بالتأكيد الفلوس دي مش هتعيش للأبد، لكن لولا براعة اليابانيين ما استطاعوا القيام من جديد. في عالم ما قبل الحرب كان في طفل ياباني من أسرة فقيرة، أبوه كان حداد وكان طالب من أفشل طلاب مدرسته، بس كان بيحب يتابع أبوه، كان مجنون بالميكانيكا. بدأ في شركة صغيرة بيصلح عربيات لحد ما وصل لرئاسة فرع الشركة نفسها في هاماماتسو وهو ابن 21 عام. بعد سنة واحدة بدأ يأسس شركته الخاصة وأنشأ ورشة لإنتاج قطع السيارات لعملاق الصناعة اليابانية تويوتا. وكانت الدنيا ماشية كويس لحد ما جت سنة 44 ضربتهم قنابل أمريكية تاني، دمرت ورشته، وجي الزلزال في 45 كمل على ورشته بعد ما عملها تاني، وانتهت الحرب العالمية التانية بخسارة كل شيء. بعد كده بدأ في تصنيع دراجات نارية، ومنها بالتوازي دخل في صناعة العربيات. وطبعا بعد فشل 10 شركات سيارات بسبب كمية الأزمات اللي مرت بيها اليابان أصبح المجال ده محرم في اليابان. وببعض الدعم بقت شركته أكبر شركة من 6 مصنعين عربيات في العالم والأولى عالميا في تصنيع الدراجات النارية. الطفل ده اسمه سويتشيرو، مؤسس العلامة التجارية اللي تقدر قيمتها دلوقتي بما يفوق 60 مليار دولار، كإحدى أكبر الشركات العالمية وهي شركة هوندا. العملاق الياباني ده قام بسبب أنه قدر يتعامل مع الأزمة. قصة العملاق الياباني تقريبا قصة ناس كتير قوي يابانيين بأسماء مختلفة بيشتركوا في نفس الظروف وبنفس الصعوبة في الفشل المستمر قبل النجاح. خرجوا عن المألوف، تأثروا في بالغ الأهمية بشركاتهم. شركاتهم دي هي اللي أسهمت في وصول اليابان للأفضل وأصبحت من أفضل الاقتصادات العالمية، بل وأنهم منافسين أمريكا تكنولوجيا. في أصول مالية كمان في اليابان توازي أصول كندا وبريطانيا وألمانيا مجتمعين. هوندا يابانية، ماتسو العالمية يابانية، باناسونيك وناشونال يابانية، سوني يابانية. وصلت اليابان للمركز الثاني كأقوى اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة مباشرة. الفترة دي سموها فترة النمو المدهش. احنا في مصر متى نندهش؟ اليابان دلوقتي كدولة كده بمفردها تمتلك 57 شركة في نادي 500 شركة الأغنى والأكبر على سطح الأرض، وهي الدولة الأفضل في خدمة العملاء، وبتمتلك العدد الأكبر من المهندسين والتقنيين، وتالت أفضل تعليم أساسي عالميا، وهي الأولى في صناعة الإلكترونيات. ولو كنت لسه بتسأل نفسك هي اليابان وصلت إزاي لكده ووصلت إزاي لما هي عليه الآن، باختصار بتتلخص في قصة سويتشيرو هوندا بنفسه، الراجل اللي كان رئيس لأكبر شركة عالية من الدرجات النارية وأحد عمالقة العربيات الـ10 في العالم، لما راح في مرة بيزور المصانع الخاصة بشركته وحب يسلم على عامل ياباني، فسحب العامل إيده بسرعة لأنها غرقانة في الشحب. فقام هوندا قال له هات إيدك، وهو مبتسم، أنت بتبعد إيدك ليه؟ أنا بحب الشحب. عشان كده أصبحت اليابان على ما هي عليه الآن. إدارة الأزمة أساسها التعامل معاها، مش الاكتفاء بذمها والتذمر والتشكي ونشر السلبيات. شكراً ليكم، وأشوفكم في حلقة جديدة من الدرجة الكاملة.